سيد تفضل. يعني أنا أقول خروجا من الخلاف كما قال شيخ الإسلام إمامنا الدكتور أحمد الطيب، لا نغزو مجتمعهم ولا يغزون مجتمعنا. إيه غزو دي؟ يعني إيه غزو دي؟ إحنا مش عاوزين عندنا شخصية مصرية. هنا كده في تشتيت للمسلمين. لا مفيش تشتيت. إحنا كلنا مسلمين. إحنا كلنا مسلمين مصريين. نقصد. طب لو سمحت. أنا أقصد إيه هذا الكلام؟ أقصد إيه هذا الكلام؟ سيبك بس من حكاية. هنقسم البلد. لا أتحدث عن مصر. التي لا قيمة لها. أتحدث عن إيران. وإحنا مش عايزين في دول أخرى حدث فيها التشتيت للشيعة والسنة. إحنا مش عايزين يحصل كده عندنا. إحنا مصر كلنا مسلمين. يعني هم مصريين. يبقى المساجد موجوده نصلي فيها كلنا. يا سب الصحابه. ما نعملش حسينيات بقى. ويمنعوا بعد اذن حضرتك اكمل كلام. هل حضرتك عندك اعتراض على ده؟ ان المساجد موجوده نصلي فيها كلنا. هو يعني كنا مستأذنين حضرته عشان نصلي فيها؟ ما احنا بنصلي قبل ما هو يتولد. بنصلي في المساجد قبل ما نتولد. انا بتحدث عن ايه؟